عاوز اقول لحضراتكم الحمد لله، يعني مصر دايما ولاده، ويمكن زمايلنا دلوقتي بيحضروا تقرير المهندسه اماني خضير. المهندسه اماني خضير هي مهندسه مصريه الحمد لله نجحت انها تكون الاكثر تاثيرا في افريقيا. سيده مصريه اصيله وجميله نجحت انها تكون الاكثر تاثيرا في قاره افريقيا بحالها، باعمالها الجيده، وحاجه يعني تدعو للفخر. يعني هنشوف مع بعض تقرير المهندسة أماني خضير، ونرجع تاني نكمل مع بعض حكاياتنا الحلوة في مصر تستطيع. من بين 100 مهندسة أفريقية دخلوا تصويت على لقب الأكثر تأثيراً على مستوى القارة الأفريقية، جه اسمها ضمن كتير غيرها تحت اسم كل واحدة سيرة ذاتية مشفوعة بأعمال تسبب ترشيحها. لكن تحت لقب المهندسة الأكثر تأثيراً في أفريقيا ما كانش فيه غير اسم واحد حصد اللقب لعام 2021، المهندسة المصرية الجميلة أماني خضير. طبعا الجايزة أو اللقب مهندسة الأكثر تأثيرا في أفريقيا كانت مبادرة من اتحاد المنظمات الهندسية في أفريقيا للاحتفال بدور المهندسة الأفريقية وتقديم التقدير لها لمشاركتها لزملائها المهندسين الأفارقة في مشروعات التنمية في أفريقيا. تم اختيار أفضل 100 مهندسة في القارة الأفريقية، تم التصويت من ما يقرب من 50,000 مهندس ومهندسة. فازت مصر بالمركز الأول وشرفت بالفوز الحمد لله. طبعا ده يتمشى مع رؤية الدولة المصرية والجمهورية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتبوأ مصر أفضل المكانات التي تستحقها، لأن مصر الحمد لله تستطيع ذلك. هي رئيس قطاع متابعة مشروعات أفريقيا بشركة المقاولون العرب، واللقب جزء من مبادرة وتصويت تابع لإحدى لجان اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية. اختيار المهندسة المصرية نظراً لنشاطها الكبير في دعم العلاقات بين مصر والدول الأفريقية في المجال الهندسي وال25 سنة خبرة في الشركة الوطنية المقاولين العرب. تم ترشيحي للجائزة من بناء على طبعا أنا بعمل في شركة مقاولين العرب. الحمد لله كنت التحقت بالأعمال الخارجية، وده كان أتاح لي الفرصة لبداية العمل في مشروعات الشركة في أفريقيا. حسيت إن دي مسؤولية بقت على عاتقي باختياري أفضل مهندسة من أفريقيا مصرية. هيكون ليا دور طبعا في المشاركة أكتر في تنمية أعمالنا وفي مساعدة الأشقاء الأفارقة، سواء عن طريق التدريب سواء عن التنمية في مشروعاتهم في أفريقيا إن شاء الله. المهندسة أماني خضير يعني سجل كبير في دول أفريقية كتير مليان إنشاءات وإنجازات، كباري وطرق ومباني حكومية ومستشفيات وسدود، وكمان لدورها المميز في نشاط لجنة العلاقات الدولية والشؤون الأفريقية بنقابة المهندسين في مجال التدريب لشباب المهندسين والفنيين الأفارقة. من أبرز المشروعات اللي عملنا فيها في أفريقيا كانت الكباري، عملنا كوبري مثلا جاك فيل في كوت ديفوار، تم تكريمنا باسم هذا المشروع. في الجزائر عملنا وزارة المالية، تشاد عملنا أول فندق 5 نجوم. أيضا في كل مدينة في دولة في أفريقيا تم عمل مشروع كان بيحمل اسم مصر دايما. حد لسه شاكك إن النساء تستطيع